لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس. هذه داخلة في المعايير الدولية زادة، لأن النائب لازم نعطيه معناها نوع من الحماية باش يبدي برايو غدوة، باش يقوم بحاجات ولا يقدم قوانين ولا يحكي بكل أريحية في مجلس النواب ولا في مجلس الجهات، باش هكاك ما يخافش معناتها كلمته ديما محمية، وأنه مهما يقول في نطاق القانون وفي نطاق حماية الدولة ووحدة الدولة مهما يقول هو محمي في كلامه. لا يمكن تتبع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدة نيابته بسبب تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويتم إعلام المجلس حالاً، ويستمر الإيقاف إذا رفع المجلس الحصانة، وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه. هو هناك محافظة على المفهوم الجوهري والمضمون الحقيقي لمفهوم الحصانة للنائب، وهو أثناء أداء واجبه وأداء عمله وأداء مهامه، فالنائب له الحصانة الكاملة حينما يكون في مهامه التشريعية أو في مهامه الرقابية، وبالتالي لا يمكن بحال من الأحوال المس من تدخلاته في إطار مراقبة أعمال الحكومة من وزراء أو كذلك متابعة للمشاريع على القوانين وعدم التصويت عليها أو موقفه من بعض المشاريع القوانين وغيرها، ولكن هذه الحصانة تكون فقط في مجال عمله كنائب شعب، وتزول بزوال صفته كنائب شعب في عمله في حياته الخاصة التي ممكن أن يتعرض فيها بشكل من الأشكال إلى بعض، مثلا النائب يكون له بعض التتبعات ويكون في حالة تلبس، وبالتالي يمكن للقاضي يعني إيقافه في حالة التلبس، ولا يمكن بحال من الأحوال أن النائب يتمسك بهذه الحصانة. لا يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس. فصل 66 هو هنا يحدد حصانة النائب بالحق، يعني وضحها، يعني باش ما يحطش ثم ثغرات ولا حاجة، وضح هي جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكب اللي هو حصل في مجلس النواب. ثم عنف غير مبرر حصل في مجلس النواب تاع 2014 و2019 وحتى المجلس التأسيسي، ثم عنف غير مبرر، وثم يعني ترذيل ممنهج لمجلس النواب متاع الشعب، يعني ضرب السيادة الوطنية وضرب صورة تونس خارج أرض الوطن. شنو الممتاز في الفصل هذا؟ شو يقول لك بعد؟ كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيل لسير العادي لأعمال مجلس النواب. أكل بلطجة والثورجية اللي كانت حاصلة في المجالس النيابية اللي قبل 25 جويلية 2021 لهنا وضع لها حد، يعني باش تعطل مجلس النواب لهنا الحصانة أوتوماتيك، ما عندكش حصانة في الحالة دي، وهذه من إيجابيات الدستور الجديد. لا مجال لحصانة مطلقة ولا مجال لتمثيل مطلق عندما يخرج عن أهدافه ولا يحقق شيئا للناس، وبالتالي ثمة إمكانية لتنظيم سحب الثقة وفق الدستور ووفق القانون لاحقا. ثانيا، لا حق لأحد أن يكون مطلقا حر الأيادي إذا كان متورطا في جريمة ما من أي نوع كان. وثالثا، لا مكان لكل أشكال العنف وكل أشكال الفوضى وكل أشكال التعطيل التي كانت سببا مباشرا في كل هذا التراجع وكل هذه الصعوبات التي عرفتها البلاد التونسية والتي عمت على العشرية الفارطة خاصة. هذه هي الروح وهذه هي الفلسفة وهذا يحدده القانون، ولا أفضل من القول أن المشرع أيضا في المجالس المقبلة من حقه، الدستور مرن ومفتوح وثمة إمكانية أن يمارس المنتخبون مسؤولياتهم ومهامهم وأيضا حقهم في تحسين جودة الحياة السياسية في تونس، وطبعا هذا سوف ينعكس على يعني جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومعيشة الناس بوجه عام بما فيها الجوانب البيئية والثقافية والصحية والتعليمية وكل ما إلى هنالك. فصل ظاهر مخدوم للمجلس
التونسي، لانه هذوما حاجات ريناهم في تونس وتونس الكل يعرفوا اللي احنا ريناهم معناتها في مجلس ما قبل 25 جويليا، السبان الضرب يعني وصلنا شفنا الدم تحت قبة المجلس. لذا هذا شيء طبيعي جدا انه اللي باش يعارض من حقه انه يعارض، ولكن يعارض بنظافة ويعارض يعني بأناقة شوية، ويحترم الشعب التونسي ويحترم معناها هيبة الدولة.